السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة تعلن 4 وفيات في بيان كورونا ليوم الأحد 1/8/2021 في مصر. خليكم معنا لما نشوف الخبر. اللي ما شاركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصله كل جديد. أعلنت وزارة الصحة والسكان الأحد خروج 331 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 230,699 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 49 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات جديدة اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.